إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلات. إذا نحن الذين نبدأ في الغفران بالذات، أنا لازم أبتدن، الباقي أنا بطلبه ببلاش. يتقدس اسمك ويأتي ملكوتك وهات تكن مشيئتك وخبزنا كفافنا وعدينا اليوم. عند الغفران ابتدن، أسامح عشان أتسامح. نحن الذين نملك مصاري الدينونة التي نجلبها على أنفسنا. أنت اللي هتحدد الدينونة بتاعتك بموقفك من المخطئين في حق. أنت اللي هتحكم في الآخر. هتسامح هتتسامح، هتستر هيستر، هتفوت هيفوت، مش كده؟ الموضوع سهل واضح. كما نغفر، لأنه حتى لا يشتكي أحد من بين الذين لا مشاعر لهم مهما كانت شكواه عظيمة أو قليلة. إذا ما وقف يوم الدينونة ليشكو ضدكم أنتم الذين ستعطون حسابا. جعل الرب الحكم يتوقف عليكم أنتم، يعني وقفتك يوم الدينونة يوم قدام المسيح أنت مسؤول عنها حبيبي. لو عشت كما نغفر دي خلاص، كل اغفر لنا بتتصرف، فكل الخطايا فأبانا الذي عمالة تتشال. طالما أنت موقفك من كل الناس إيه؟ مسامح يا رب، أول بأول بسامح. خلاص يبقى أنت واقف قدام ربنا بتقول له أنا بسامحهم يا رب، لازم هتكون مسامحتني. زي لا تدينوا كي لا تدانوا، نفس المعنى. زي اغفروا يغفر لكم. إذن الاتفاق ده ما نقدرش ننساه، كل أبانا الذي بنفكر نفسنا به. بقولي مهما حكمتم على أنفسكم فإنه بنفس القدر إن غفرتم للناس سوف تنالون نفس الغفران مني، حتى وإن لم تكن هناك مساواة بينكم. يعني إيه؟ هي غلطة أخوك قد غلطتك أنت في ربنا بذمتك. شوف كمية الغلط اللي حصل في حق ربنا طول حياتك، ده لما أخوك يقطعك حتت. بالمقارنة طبعا غلطتنا في حق ربنا بالملايين. طيب بس هو حطها مرتبطة بدي، يبقى خليك ناصح بقى. لأنكم تغفرون لحاجة لديكم، أنت محتاج تغفر عشان أنت اللي محتاج الغفران. أنت مش بتغفر تفضلا منك لأي حد، هو أنت اللي محتاجها قوي. فعشان كده أنت لو دريان باللي عليك ده كله، ده أسهل حاجة أنك تغفر عشان كل اللي عليك ده يتشال. تغفرون لحاجة لديكم، لكن الله لا يغفر لاحتياجي لأحد. هو ربنا يعني مش مديون لحد، هو ما غلطش في حد حق في حق حد، لكن ربنا اداك الأوفر ده، وده يعني بصراحة عرض مغري جدا. أنا هسامحكم على كل حاجة بعد المعمودية والإيمان وحياتكم معايا، بس حطوا بس الحتة دي، يبقى بقت في ملعبك. يعني أنتم تغفرون لبشر مثلكم، أما الله فيغفر لعبيده. أنتم معرضون لاتهامات بلا حصر، أما الله فهو بلا خطية. لكن حتى والحال هكذا يظهر الله رأفات محبته للإنسان. لكن الله حتى وإن لم تغفروا للناس قادر أن يغفر لكم كل خطاياكم، لكن يريد لكم النفع. يعني ممكن واحد يقول يعني ربنا بيحط شرط ليه؟ يعني هو مزنوق؟ يعني هو ما يقدرش؟ لا، هو من ناحية القدرة يقدر يسامح بدون أي شروط، بس أنت ما بقتش ابنه، لأن دي مش أخلاق ولاده. فعشان مصلحتك عاوزك تسامح وقلبك ينضف، فأنت برضو مستفيد، لأن ربنا مكسبش كتير لما أنت سامحت الناس. هي دي مش مكسبها إلهي، دي مكسبها ليك أنت. يعني قادر أن يغفر لكم خطاياكم، لكنه يريد لكم النفع، معطيا لكم في كل وقت فرصا بغير حصر توفر لكم رأفاته ومحبته. أخطاء الناس في حقك خلتك لما تقول اغفر لنا كما نغفر تبقى لك عين، لأنك سامحت الناس. فربنا يقول لك وأنا عشان خاطرك بقى سامحك في كل حاجة. ليطرح عنكم كل مشاعر وحشية فيطفئ فيكم الغضب ويثبتكم فيه كأعضائه الأخصاء بكل السبل.